بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 11 بعد 100. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله رده على من يقول إن اليهود والنصارى مقلدون والمسلمون مقلدون، فلا لوم على اليهود والنصارى إذن. فيقول الشيخ رحمه الله: فإذا تبين أن المقلد مذموم، وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه، كالذي يترك طاعة رسل الله ويتبع ساداته وكبراءه، أو يتبع الرسول ظاهرا من غير إيمان في قلبه، تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدا مذموما، وكذلك المنافقون من هذه الأمة. وأما أهل البدع ففيهم بر وفجور، وبيان ذلك من وجوه: أحدها أن اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون موسى وعيسى صلى الله عليهما وسلم، إنما يتبعونهم لأجل أنهم رسل الله، وما من طريق تثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. مثال ذلك إذا قال اليهود والنصارى: قد ثبت بالنقل المتواتر أن موسى وعيسى مع دعواه النبوة ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه، وأن ما يجيء به مع دعوى النبوة يثبت أنه نبي صادق. قيل له: كل هاتين الطريقتين دليل يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والشريعة، ونقلوا ما جاء به من الآيات المعجزات، أعظم من الذين نقلوا مثل ذلك عن موسى وعيسى. بل من نظر بعقله في هذا الوقت إلى ما عند المسلمين من العلم النافع والعمل الصالح وما عند اليهود والنصارى، علم أن بينهما من الفرق أعظم مما بين العرق والدم. فإن الذي عند المسلمين من توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه، ومعرفة اليوم الآخر وصفة الجنة والنار والثواب والعقاب والوعد والوعيد، أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود والنصارى، وهذا بين لكل من يبحث عن ذلك. وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة مثل الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات والأذكار والدعوات، أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب. فالمسلمون فوقهم في كل علم نافع وعمل صالح، وهذا يظهر لكل أحد بأدنى نظر، ولا يحتاج إلى كثير سعي. والمسلمون متفقون على أن كل هدى وخير يحصل لهم فإنما حصل بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن مع هذا أن يكون موسى وعيسى نبيين ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي؟ وأن اليهود والنصارى على الحق والمسلمون ليسوا كذلك، فما هم عليه من الهدى ودين الحق أعظم مما عند اليهود والنصارى، وذلك إنما تلقوه عن نبيهم. وهذا القدر يعترف به كل عاقل من اليهود والنصارى، يعترفون بأن دين المسلمين حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن من أطاعه منهم دخل الجنة. بل يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم، كما أطبقت على ذلك الفلاسفة، كما قال ابن سينا وغيره: أجمع فلاسفة العالم
على أنه لا يقرع العالم ناموس أعظم من هذا الناموس، لكن من لم يتبعه يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه لأنه رسول إلى العرب الأميين دون أهل الكتاب، لأنه إن كان دينه حقا فديننا أيضا حق، والطريق إلى الله تعالى متنوعة، ويشبهون ذلك بمذاهب الأئمة، فإنه وإن كان أحد المذاهب يرجح على الآخر فأهل المذاهب الأخرى ليسوا كفارا. هذه الشبهة التي يضل بها المتكايسون من أهل الكتاب والمتفلسفة ونحوهم وبطلانها ظاهر، فإنه كما علم علما ضروريا متواترا أنه صلى الله عليه وسلم دعا المشركين إلى الإيمان، فقد علم بمثل ذلك أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده جاهدوا أهل الكتاب وقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أعطاهم على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون. وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه، ويكفر من لم يتبعه منهم ويذمه ويلعنه، والوعيد له كما في تكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه، كما قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الآية. وفي القرآن من قوله: يا أهل الكتاب يا بني إسرائيل ما لا يحصى إلا بكلها. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين الآية إلى قوله: خير البرية. ومثل هذا في القرآن كثير جدا، وقد قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. واستفاض عنه صلى الله عليه وسلم قوله: فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها أنه قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. بل تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الجن والإنس. فإذا علم بالاضطرار وبالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به، وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم، وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأنه قاتلهم بنفسه وبسراياه، وأنه ضرب الجزية عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم، وفي عامة السور المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابهم ما لا تتسع هذه الفتوى لعشره. ثم خلفاؤه من بعده ومن معهم من المهاجرين والأنصار قد غزوا الروم كما غزوا فارس، وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس، فقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد وهم صاغرون. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.